حياكم الله متابعينا وتحياتنا لكم ومساء الخير عليكم. يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم الاولى الخاصه بالبلد. ما مشترك اشترك لايك للفيديو وصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد، فقره يوميات ليليه نجاوب بها على الاسئله مالتكم اللي تجينا بالتعليقات. والسؤال الاول من حسن عزيز يقول: زوج بلابل خوات الزوجه والنثيه لما تعيش ومنفشه تريد تبيض، شو الصبح لقيتها ما تقدر تطير واكلها قل وبعدين يومين وماتت. يعني هواية نصحناكم شباب بخصوص هذا الموضوع انه غلط هسه البلابل تنطبق. ليش؟ لانه هسه مو موسم تزاوج، هسه الموسم الطيور تحتاج الطاقة حتى تدفي روحها، تحتاج الطاقة حتى تجدد الريش مالتها لان هسه اكو بيهم بدن يدخل انغيار الريش الربيعي، تحتاج الطاقة حتى تصنع وقاية للجسم مالتها لان الجو بارد. زين انت اليوم لزمت وطبقتها على فحل وخليت النثية تجهز للتزاوج والطاقة مالتها كلها راحت للبيض، صارت شلون القزاز؟ اقل ضربه ينكسر، يعني اقل برد عليها راح ياثر عليها، كانما شلون الغشاء يعني غشاء خفيف رقيق كلش صار عندها مال الوقايه مالتها بسبب تجهيزها للتزاوج اذا هي واذا الفحل. ليش دائما نقول لكم احنا افردوا غلط، لا تخلون بهالوقت هذا، لا تخلون اثنين سوا. ونظام البلبل همين بشغله ثانيه، من يسكت يتمرض، من ينطبق وراح يسكت ما يغرد راح يتمرض، لان هو نظامه يريد يغرد يريد ينفرد السنة كلها، عدا موسم التزاوج اللي هنا 4 أشهر أو 5 أشهر بس هاي ينطبق بيها. أوكي أوكي. التعليق الآخر يقول: عندي محمية خليت بيها زوج نثية وفحل وحشية صيد جديد، شو وقت يتزاوجن؟ افردهن حبيبي. هاي نفس المشكلة اللي قاعد تتكرر، ليش مستعجلين؟ والله ما أعرف، بالله العظيم يعني ما أعرف هذا ليش هالاستعجال هذا؟ ليش تستعجلون؟ يا أخي فردوهن فردوهن، مو وقتهن هسه. عندك باوع، عندك الثاني. باوع يعني عندك الثاني وعندك الثالث وعندك الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. شوفوا كم شهر ذني، اوكي، من الثاني للعاشر، هاي 6 أشهر عندك تزاوج، شو تسوي بيهم من هسه طابقهم يا اخي؟ ما يصير ترى، واحسب حسابك حتى ترى مو بالثاني هم ينجح 100% تزاوج. ليش؟ لان عندنا بالثالث تبدي الموسم مال العواصف، هاي كل سنه تصير بالثالث وبالرابع، يعني ذروة الإنتاج خامس وسادس وسابع وثامن، أحلى موسم للإنتاج والطيور ما تتعبي والجو حلو قوي، صحيح جو حار بس إنه هذا جوهن، والفرخات عندك تطلع ناصحة وقوية، فأنتوا ليش تبهذلون الطيور هيك بهاي الطريقة؟ بلابل الاثنين عمره 8 أشهر ربيتن سوى بقفص ومن عزلتن صار الثاني كلش وحشي وما يركض، ومن رجعت سوى رجع أليف، افردهن، لا تخليهن سوى، شنو هاي الشباب كلها اليوم طابقين البلابل، يا معودين يفردوهن، حتى لو يتوحش حتى لو يتوحش هم ما يخالف، بالعكس خلي ببالك الطير من يتوحش هاي عافيه له وصحه، الطير من يتوحش القوه مالته راح تزيد، المناعه مالته راح تزيد، التغريد مالته راح يزيد، بالنهايه هو يبقى اليف ترى، يعني ياخذ له فتره يتوحش وبعدين يرجع طبيعي اليف. التعليق الاخر يقول: تقريبا جبت بلبل تقريبا قبل سبع اشهر وظليت اعلم بيه، صار شوي اليف وياكل من اليد، وعلمته من يطق اصبع يطق جناح، بس شو بس البزون طفرت على القفص شو تخولس، بس غرد مكانه ويرجع. عندي بلبل راكد يغرد وينشط من اشغله مقاطع بس ويبست، انا جبته صار 4 أيام طبيعي طبيعي، ما هذا بعد يراد وقت اكثر حتى يتعلم على قفصه، يتعلم على مكانه، يتعلم عليك، يتعلم على جو البيت، على كل شيء. التعليق الاخر عوف موسم التزاوج. التعليق الاخر سؤال: الطيور اللي تأثر على البلبل بالتغريد، كل الطيور المغردة تأثر على البلبل بالتغريد بصورة عامة، يعني أصلا هو باوع هو البلبل بيناتهن مرات يأثرن على التغريد، أنا شارح لكم إياها بفيديو سابق قايل لكم مرات البلابل بيناتها يتنافر التغريد وبيناتهن مرات يتفاهمن بالتغريد. يعني قبل فترة جبت بلبل أنا للبيت خلى البلابل كلها تصيح والنوب سكتهن وظل هو بس هو يقرأ، أوكي، بعدها بدلته بغير واحد هيج لك البيت بحيث البيت قام ما يسكتن البلابل، يعني هو فصل التغريد او التغريد اليومي للبلابل يبدي تقريبا من الفجر ويا 6 ونص يبدا يغردن لحد العشرة، النوب ياخذن استراحه، النوب يبدا يغردن المغربيات يعني بالاربعه العصريات 4 بالـ5 يبدا يغردن، هذا الفصل مالتهن الثابت هذا بصوره عامه، بس اكو بلابل لا ما يسكت من الصبح للليل، هذا من جبته اني
البلبل اللي قلت لكم عليه الثاني خلاهني غردا على مدار الساعه، بحيث بالبيت انه ماكو لا نومه ولا قاعده، يعني لهالدرجه عاد لزمت ورجعته هالقد ما هيج البلابل. فبيناتن هن البلابل مرات يتنافرا ومرات يتجاذب التغريد مالتهن او يتفاهمن بالتغريد. لا عاد انت اذا تجيب طائر ثاني مغرد، يعني هسه التكاتب هواي انواع من الطيور، يعني طيور الحب بالوجه ما يخلي يغرد البلبل، الكوكتيل يدمره، المينا تقريبا بينه وبين حسب اذا لغويه، الدجاج ما له شغله لا نهائيا، الشحرور ما مجربه، يعني البقيه كلها ياثر خصوصا الطيور الحب. عندي بلبل خامل وينام بالنهار على الرغم اني حاط له بس الخلطه والتمر وفضلاته طبيعيه مو سهل، وعازله بقفص بوحده وشمسه دائما، هذا بيفاش ما دام انت العلف الجاي تطهيه ناشف وتمر اوكي وده تقول ده الشمسه، هذا بيفاش. الفاش يسبب خمول للبلبل مو طبيعي، ليش؟ لان يسبب له فقر دم، فقر الدم يخلي الكائن الحي او الطير او الجسم بصوره عامه فقر الدم يسوي له شلون النحول انه ما بيه حيل يتحرك بيمشي باوع، خمول عام يصير، فهذا طيرك بيفاش للاسف. حاول ان تجيب له بخاخ الفاش وتعالجه وتلاحق له قبل لا يموت. التعليق الاخر، ممكن تحكي لنا على البلبل الزاملي وشلون احصل على البلبل الزاملي اللي يقولون من قرض؟ بصراحه معلوماتي كلش قليله على البلبل الزاملي. البلبل الزاملي من طيور الناصريه الاصيله القديمه، يعني من اوائل الطيور اللي انجنت، اساسه هو طور. اوكي، طور يعني وحشي مصيود من البستان، بستان بيت زامل او هيك شيء كان اكو بستان باسمهم. فهذا البستان كان مميز بهذا اللحن الغنائي او الطور الغنائي لهذا البلبل، لغات تكون اشبه بانما كانما البشر قاعد يحكي، يعني لهالدرجه اللغات مالته. يقولون قسم عبرة 50 لغه، وقسم يقول لا عبرة 40، وقسم يقولون لا اقل من هذا العدد. لذلك البستان هذا قديم، يعني يسولفون انه طيوره انقرضت من السبعينات، لانه طيوره اغلبها راحت للخليج. اوكي، راحت للخليج يعني انباعت وطلعت، ما خرجوا عليه. فالشبقة هناك بقى لغات بالرام، يعني بالكاسيت بالرام بالتليفون حافظيهن. فشي يسوون كل سنة؟ يجيبون بلابل أليفة طبعا، مو الوحشي، لأن الوحشي شوية ما يضبطها مو كلش، والوحشي شايل من أمهاته فشوية مو ما يرهم ويا اللغة الزاملية. فيجيبون أليف يرهم ويا اللغة الزاملية، بس تخريجه كلش كلش صعب، يعني تعبون عليه تعب مو طبيعي، أنه البلبل ينعزل بغرفة واحدة وما يسمع بلبل ثاني نهائيا، لأنه مجرد إذا سمع بلبل ثاني تخريجه كله راح يخرب، لأن راح يأخذ من البلبل الثاني ويعوف اللغة الزاملية لأنه لغة صعبة عليه. لذلك يعزلوه بغرفة واحدة ما يسمع كل شيء، ويقعدون يكررون عليه يحفظوه لغة لغة، يعني الجناية مالته شوية يطولون خلق يعني وياه، فيشغلون لغة لغة اللغات الزاملية، ويظل يكرر عليه يكرر عليه يكرر عليه شلون الطفل من تحفظه اليوم الحد ما يأخذها. لذلك شوية احنا نقول صعب تخريجه، هاي وحدة، وصعب تلقى. اوكي، والسعر مالتن غالي كلش، بسبب انه قلت لكم الطير انه منقرض وصعب تخريجه الى اخره الى اخره، فاسعارهم عبرة المليون وعبرة المليونين والثلاثة. بس بصراحة هو البلبل من 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 تسمعه يعني تتونس عليه حقيقة. التعليق الاخير يقول علاوي، اسرع طريقة تجليس، وعندي بلبل وحشي اشتريته قبل 5 اشهر، وريش العواشر املح من اشتريته، وليس تغذيته خبط وتمر مكانه ما ثابت، والبلبل نشط وتغريده قوي. هذا مرات بلابل الصيد من ينصاد يدخل بخوفه، هاي الخوفه تمنع النمو مال الريش مالته، فياخذ للريش مالته تقريبا 3 اشهر 4 اشهر ما يتبدل، الا يركض يلا يبدي يبدل ريش، حكي عدل. فانت ما دام طير تقول نشط وتغريده حلو وطبيعي كل الامور، مو فد مشكله هذا الريش مالته. بالنسبه لاسرع طريقه تجليس، ما انصحك تجلسه بسرعه. ليش؟ اذا جلسته بسرعه كانما انت راح تقفل بالموجود، يعني شنو تقفل؟ يعني بلسانات، هسه مثلا يقرا هو عندك 4 لسانات او 3 لسانات، يعني معناتها راح تقفل على هذا المستوى، ما راح تخليه يجدد. البلبل الوحشي كل ما تاخر التجليس مالته كل ما ظل حاد، كل ما فتح لك لسانات جديده، وكل ما الطير ظل بعافيته، فانت مو ضروري تجلسه.
اما طرق التجليس اذا مثلا ما اقتنعت بهذا الكلام وتريد تجلسها، عندك الخامه البيضاء هسه مو اسمها، يعني تغطي البلبل بخامه بيضاء وتخليه بمكان تواجدكم يسمع صوتكم قريبين من الروحه والجيه. هاي وحده. اثنين، اذا تريد تخلي القفص مالته بالقاع وبالممر بمكان روحتكم وجيتكم بالقاع متعلقه. ثلاثه، عندنا طريقه القبابي، تخلي له القبيه على الحافه مال القفص وترجع مترتين مثلا او ثلاث مترات ياخذها، والنوب مرتين ثلاثه تسويها طبعا باليوم مو كل ساعه، وكل مره من تخلي القبيه تقلل المسافه مال التقرب مالتك. هاي الطرق اللي الاسرع هي هاي. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهده، انتظرونا باكر فيديو جديد، تحياتنا لكم.